متابعين قناة غدسير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه، وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم زي ما عودناكم، أنت بتطلب وإحنا بنلبي لك الطلب تبعك إن شاء الله، وبنعمل لك إياه بقالب جميل وفيديو مميز. أنا اليوم ما عندي طلبات، يعني أنا ما عندي طلبات، طالع الجو عجبني. أوكي حر عندنا بالمناطق، بس بلشت الدنيا على الغروب فالجو بتعدل، يعني طبيعة الأردن أو طبيعة عمان طبيعة جبلية جميلة، بالليل تنزل الحرارة بتحس بالنسمة الباردة عليك. لهيك اجي عبالي أنا لما بكون يعني مبسوط وحاب أغير جو بطلع يا إما على طريق السلط يا بطلع على طريق العلوك. فأنا هلا قررت أني أطلع طريق العلوك وأصور لكم فترة الغروب الجميلة هاي اللي احنا هسه فيها. احنا هلا بشهر الصيف، طبعا الدنيا حر، الايام الماضيه كانت كثير حاره، خففت علينا شوي يومين ثلاث بعدين رجع الحر مره ثانيه، الله المستعان. فقلت خليني اطلع اعمل لي لفه هيك وافرجيكم الاجواء عندنا العصر كيف بتكون، بالاخص بمناطق شمال عمان. انا ان شاء الله كل ما صح لي، يعني حتى لو المكان مش مطلوب، كل ما صح لي بطلع بعمل جوله هيك هديه مني لكم. وبالنسبة يا اخواننا اللي طلبوا، انا صورت السلط 7 فيديوهات تقريبا، صورت عمان 4 أو 5 فيديوهات، هاي في تخريجات للجامعة التطبيقية شوفوا، يعني هاي الشرطة كثير، سيارات كثيرة، الخريجين بلشوا، ألف مبروك وإن شاء الله نتمنى لهم حياة عملية موفقة بإذن واحد أحد. نتمنى يعني الأوضاع تتحسن أكثر والشباب تعيش عمرها بطريقة ممتازة وبطريقة جميلة ويستمتعوا بعمر الشباب اللي أنا اللي من جيلي استمتعوا فيه صراحة. أنا من الناس على وقتي لما كنت شاب كانت البلد أجمل من هيك بكثير، ما فيها أزمات، الشغل متوفر، دينارنا الأردني كان أقوى من هيك، مع أنه بعده قوي بالنسبة للدولار، يعني بيعمل 70 قرش عنا بيعملوا دولار، بس كانت القيمة الشرائية أكبر للدينار. يعني نتمنى إن شاء الله يوم على يوم تتحسن الأوضاع المعيشية عنا في البلد، وأهم شيء الشباب، يعني عنا راحت علينا هلا، الشباب بتمنى لهم إن شاء الله إنه يكون مستقبلهم زاهر ويستمتعوا بفترة شبابهم، لأنه فترة الشباب فترة كثير مهمة، هي اللي تسقل عقلية رجال المستقبل. يعني فترة العشرينات فترة ما بعد الدراسة بيجمعوا فيها خبرة كثيرة، ومع الوقت يعني بيستلموا مراكز بيكون عندهم إن شاء الله الخبرة الكافية اللي يفيدوا بلدهم فيها. هيو زي ما انتم شايفين هم بيعملوا دائما تخرجات في الملعب، يعني احنا عشان طالعين باتجاه شفا بدران شفتهم، انا امبارح والله كنت طالع برضو نفس الشيء بالليل، بس بالليل مش بالوقت الغروب ووقت العصر، فكان برضو في عندهم خريجين، فرجعت على البيت الساعة 12 بالليل كان لساتهم عم بيحتفلوا الشوارع شفا بدران ومنطقة أبو نصير. زي ما انتم شايفين يعني الله يبارك لهم يا رب، ويا ريتوا ألف 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 مبروك عليهم التخرج وعقبال نجاحهم في حياتهم العملية. شوفوا ما شاء الله، أنا مريت بهاي الفترة، يعني أنا درست مرتين في حياتي دراسات عليا، فتخرجت مرتين أنا في حياتي من الدراسة زي ما يسموها التعليم العالي، فتخرجت مرتين وعارف شو الشعور. أنا بتذكر أول مرة تخرجت لبست بدلة، يعني أول مرة في حياتي، وهي المرة الوحيدة اللي لبست فيها بدلة في حياتي، يعني هي البدلة هي لبستها مرة واحدة في حياتي وقت التخرج، وباقي حياتي لا، يعني ما بحبش البدل، انا بحب دائما البس حلوه، البس بدليه البس دائما سبور، يعني انا بحب التيشيرت الجين زي هيك، هذا هو اللبس اللي انا بحبه. فالمره الثانيه البس جينز انا الوحيد كنت في كل المتخرجين اللي عمالهم بتخرجوا لابس بنطلون جينز، ومتذكر لليوم حتى القميص كان لونه زهري كانت موطه ولا انا هيك ما بعرف. اخوي مسكني قال لي انت عندك تخرج شو لابس القميص لعانه من غير قرافه، لبسني قرافه غصب عني وكل الشباب ندموا، لانه اللي تخرج بيعرف يعني شو يعني تخريج، بدك تروح قبل بوقت طويل وتقعد بالشمس، يعني مش عملي انك تلبس بدله. وبالنسبه للبنات كانوا لابسين كانوا عروسات، يعني كلهم لابسين اواعي ومتضايقين وكعوب وهذا، وانا الوحيد المبسوط كانت ايام والله ايام حلوه يعني. فهلا هي زي ما شايفين شفا بدران بيرين، خلينا نطلع باتجاه شفا بدران بيرين، برضه هي من المناطق اللي انا بحبها،
شايف بدران، انا لاحظت كثير لما بنزل فيديو عليه نسبة متابعة حلوة، يعني احلى من مناطق ثانية، يعني بالذات شايف بدران والاماكن الشعبية، يعني كثير فيديوهات الي للزرقاء عملت فيديوهات، عملت مشاهدات حلوة، لشرق عمان مشاهدات حلوة. بتمنى يعني باقي الفيديوهات تاخذ حقها، لانه انا بطلع بصور، يعني انا صورت لكم الصلت بفيديوهات كثيرة فجديدة، حتى يعني لسه ما نزلتش ولا فيديو لحتى اليوم هذا. قبل شوي كنت براجع فيهم بشوفهم بعد المونتاج، والله مناطق جميلة جدا. انا بتمنى من الكل انه يطلع عليها ويشوف جمال بلدنا. شوف المطل من هون واحنا باتجاه اشارات شفا بدران، شوفوا ما اجمل المنظر. هذاك شارع يجوز، وعلى يميننا الموجودة اللي هي ليفربول، انا بسميها ليفربول ما حد يعترض، اللي هي طبربور انا بسميها ليفربول. فهذا انا صورت هذا يمكن 6-7 فيديوهات طبربور. انا هلا حوصل لهون، اروح على اليسار باتجاه شفا بدران. بخصوص الهجرة، انا في فيديو جبل النظيف وجبل المريخ، جبل المريخ بتوقع، طلبت من اخواننا المغتربين اللي عايشين برا انهم يعطونا تجربتهم بالنسبة للهجرة، فردوا علي بعض الاخوان مشكورين، يعني انا مش ذاكر الجميع، بس بتذكر الاخ رمز الزنانيري من السويد، بتذكر الاخ زاهة من امريكا، بتذكر كمان اخ ثاني اللي من 87 هناك. كلهم اجمعوا على كلمة واحدة بخصوص الهجرة: لا تهاجر الا اذا كان معاك جرين كارد او معاك هجرة، لا تطلع على راسك. بقول لك بالنسبة لأمريكا، الإخوان اللي كانوا بأمريكا اللي بعدهم في أمريكا، بقول لك البلاد ما عادت زي أول، يعني زمان ما كانوا يدقوا كثير على فيزة الزيارة وفيزة السياحة وإلى آخره، بس في الوقت الحالي بيدقوا كثير. يعني أنت في غنى عن هاي المشاكل، قدم لللوتري، قدم إذا إلك أهل هناك يقدموا لك هجرة، بس لا تطلع، هاي نصيحتهم، لا تطلع بدون أوراق. حتى لو وصلت هناك ولقيت الشغل هيستغلوك بطريقة كبيرة، يعني هيحسسوك انك بتاخذ اكبر مبلغ في حياتك، في يعني افضل المبالغ اللي ممكن تاخذها في امريكا. يعني هلا الحد الادنى للاجور في امريكا 16 دولار على الساعة، 16 دولار هذا اللي بيشتغل في سوبر ماركت، بيشتغل في مطعم، بيشتغل في محطة بنزين، يعني من هاي الاشغال اللي بدهاش مهارة. فبزمر بعرفش ليش، والله عادي، يعني هاي موسيقى صرت اعتبرها موسيقى. فانت لما تشتغل عند واحد وما عندكش اوراق، ممكن يحاسبك على 10-12 دولار وفاهمك انه هو مبغشش عليك. ليه؟ بسبب بسيط جدا، انه انت ما عندك الاوراق هاي، فحتتغلب كثير بحياتك، حيستغلوك، ممكن تتعرض للتسفير. الاخ رمزي الزنانير لانه الوحيد اللي من اوروبا اللي تكلم، علق على الموضوع وخبرني، حكى الإخواننا اللاجئين بصراحة خربوا كثير هناك. يعني طبعا مش كل اللاجئين، بس هناك دول ما تعودت على هيك. يعني أنا بأكد أنه أكثر من 95% من اللاجئين اللي طلعوا هناك من إخواننا العراقيين وإخواننا السوريين والسودانيين، يعني كل الجنسيات اللي طلعت ممتازين وحابين يعيشوا يبلشوا حياة جديدة، بس 5% خربوا على غيرهم. يعني صاروا بيحكي لي صاروا يكرهوا حتى اسم مهاجر من كثر العمايل اللي عملوها، يعني عندهم مشاكلهم الخاصة. طبعا مش الكل، انا حكيت لكم نسبة بسيطة جدا، البقية انا شفت وان إلنا كثير فيديوهات للجالية السورية والعراقية، يعني ما شاء الله عليهم عاملين بزنس وشغالين ومحترمين في الدول اللي راحوا عليها. وفي المقابل قرأت عن ناس والله عملت اغتصابات في ألمانيا، عملت مشاكل ما إلها داعي، يعني بيلاقي قدر الحرية كبير فبيستغل هذا الشيء. أنا هذا حكي شفته في أوروبا لجاليات من دول عربية ثانية، يعني بيتكلم مع الشرطي كأنه هو رئيس الدولة. ليه؟ لأنه هناك الشرطة ما بتضرب، الشرطة هناك بتكلم معك باحترام. فهو تفاجأ، يعني تفاجأ بطريقة كبيرة بالمدى الحرية اللي عنده، لهيك صار يتطاول للأسف الشديد. فالكل أجمع أنه لا تطلع إلا إذا كان عندك هجرة 100%، حتى ما حد يستغلك، تعلم لغة البلد، حاول تطور حالك تعليميا عشان مستقبلك يكون أفضل في هاي البلاد. أنا بشكرهم كثير على التعليقات اللي علقوا لي إياها، وبقدر أي واحد فيكم يدخل على التعليقات ويقرأها، كان على جبل المريخ ادخلوا على تعليقاتهم وخذوا النصيحة منهم. يعني هذول جماعة زي الأخ زاهب بيقول أنا 82 في أمريكا،
طلع طالب واستمر هناك واشتغل وكمل لليوم في امريكا موجود. الاخ رمزي زنانيري بتوقع من 89 عايش بالسويد، يعني خبرته عاليه جدا. في اخ ثاني اللي طلب مني نفس المكان اللي هو المريخ من 82 موجود بامريكا. هذول الناس اللي بتاخذ منهم النصيحه، بتاخذ منهم النصيحه وانت مغمض، يعني ناس مر عليهم اجيال واجيال وهم هناك ومهاجرين وموجات اكثر من موجه، فعنده الخبره الكافيه اللي يعطيك نصيحته. انا باخذ بنصيحتهم، بتمنى من الجميع ينزل على تعليقاتهم ويشوف تعليقاتهم ويستفيد من خبراتهم اللي هناك. انا والله حابب صراحه، مش هذا كان قصدي بالطلب اللي انا طلبته، ان الواحد يتكلم عن تجربته في الغربه. انا كنت حابب يعني لو يبعث لي تفاصيل، يعني تفاصيل نجاحه كيف بلش شو عمل، وانا اذكره بفيديو زي ما انا هلا طالع هيك، اذكر قصه هذا الاخ كيف طلع طالب بعد الدراسه، اشتغل مثلا في مطاعم، اشتغل في كازيات، بعدين لاقى شغل عن طريق شهادته، بعدين فتح البزنس الخاص. هذا اللي انا كنت حاب اني اسمعه حتى اتكلم عنه في فيديو، اعطيكم قصة واحد من اخواننا المهاجرين اللي نجح هناك. انا هذا اللي كنت حابه صراحة. فبتمنى اذا حدا حابب يعطيني قصته وانا اتكلم له عنها بالفيديو بطريقتي الخاصة، والله انا بكون ممنون، يعني هذا بكون فايدة كبيرة لاخواننا الشباب الصغار وبلادنا اللي حابين يطلع، لانه احنا بالوطن العربي اجمالا خصوصا بالشرق الاوسط الكل بيحلم انه يطلع على اوروبا وعلى امريكا حتى يحسن دخله ويعيش حياة افضل من الحياة اللي ببلده، لانه فعلا يعني هون عندنا قيم واخلاق كثير موجودة، بس للأسف يعني الماديات اقل بكثير من الدول الغربية هاي. لهيك دائما الشباب طموح، عندهم الطموح العالي انهم يشتروا اراضي، يبنوا حقه، انه حاب يأمن مستقبله. فلهيك انا بتمنى من اي واحد ويعطي نصايحه بنفس التعليق، يعني يحكي لنا طريقه بالهجرة من الى كيف، يعني مثلا من 82 ليومنا هذا اكيد مرت بمراحل كثيرة، بصعوبات، بنجاح البزنس، لوين وصل، شو مفكر هلا بعد التقاعد. هاي الكلمة كثير مهمة، شو مفكر بعد التقاعد، لانه انا بلاحظ كثير ناس لما تتقاعد بترجع، يعني سبحان الله الواحد بحن دائما لأصله، يعني بفكروا بعد التقاعد يرجعوا على بلادهم يعيشوا الحياة العائلية اللي افتقدوها في المهجر. بتوقع طولتنا عليكم بهذا الموضوع، خلينا نمشي هلا على طريق العلوك ونفرجيكم. هي طريق مش العلوك، هي طريق بيرين، فالظاهر انهم مزفتين، انا شايف الطريق متحسن عن اول. انا هذا الحي على اليمين صورته بس نسيت شو اسمه، والله صورته وكان حي جميل جدا. يعني انا احياء على فكره شفا بدران، للي بدور على عقارات شفا بدران صارت منطقه غاليه. هلا على يميننا من هون ببلش، اذا انا مو غلطان، رجم الشوك. انا صورته والاسعار فيه كثير مناسبه لانه هو محسوب على الزرقاء، يعني بدك تعمل اي معامله بدك ترجع على الزرقاء، بس انت ملاصق لشفا بدران، يعني المنطقه ملاصقه لشفا بدران، يعني انت 5 دقائق بديش أبالغ، 10 دقائق بالكثير بتكون موجود في قلب شفا بدران. المنطقة هي على يميننا فوق، أنا صورتها كلها فلل، يعني منطقة جميلة وأسعارها مقبولة. أنا في أخ متابع من فترة بسيطة طلب مني نصيحة أني أنصحه وين يشتري، نصحته بهي المناطق على فكرة، زيها زي جلول، زيها زي المناطق اللي أنا صورتها وتكلمت عنها اللي تيجي على أطراف عمان. هذه من المناطق أطراف عمان، أنا متأكد رح يجي اليوم اللي جرج من الشوك هاي يضموها لأمانة عمان الكبرى، لأنه هيك كانت تصويرها زمان، كانت للبلقة، أبو نصير بعرف شو بتوقع كانت برضو للبلقة، فكثير مناطق ضموها لعمان وهي ما كانت في عمان، ليش ما تنضم هاي في المستقبل؟ احنا ما بنعرف، بس أنا بتوقع يعني مع التوسع عمان راح تنضم لعمان، لأنا يعني ملاصقة لشفا بدران، ومنطقة جميلة جدا، من المناطق الجميلة جدا، 10 دقائق بالكثير بتكون قاعد في نص شفا بدران، وغير هيك انت بعيد عن الأزمة، بعيد عن الضجة، بعيد عن أزمة السيارات، عن صوت السيارات، انت في عالم ثاني، منطقة جميلة. ارجعوا على فيديو رجم الشوك وشوفوها للي حاب يشتري أراضي ويبني له. هذا شجرة الحور اللي أنا بحبها كثير.
يعني هاي الحور ولا الصفصاف والله ما انا عارف، بس من الشجر الجميل جدا هاي. يعني انا بحيي البلدية انها ما قصتها، لانه هي تعارضت جاية في نص الشارع زي ما شايفين اكثر من واحدة، فعرضوا الجزيرة عندها وخلوها. انا بحييهم لانه هاي الاشجار ما لازم تنقطع، ما لازم، لانه المنطقة هي اغلبيتها كانت من هاي الاشجار. فاذا بنخزر هذا الغطاء النباتي شو ظل؟ يعني كنت اصور بالسلط، مناطق من السلط بالقرى كان الجو جميل جدا. كل هذا بسبب الاشجار، يعني حتى الحرارة بتنزل بالليل بسبب الاشجار. اذا قطعت هاي الاشجار مشكلة، مصيبة، بطل في عندك فلترة حتى للهواء، بطل في عندك اكسجين، لانه شجر معروف بينتج بياخذ ثاني اكسيد الكربون من الهواء وبطلع الاكسجين بالليل. فكثير مهم، كثير مهم يكون عندنا اشجار. وهذا الشيء حلو عند سكان الاردن بشكل عام، كلهم بحبوا الشجر. يعني في البيوت بتلاقيهم زارعين الشجر، حتى لو عنده الجنينة نص متر اللي يزرع فيها. هاي حديقة هون جميلة، يعني حلو يكون في متنفسات للناس. اوكي حديقة صغيرة مش كبيرة، بس شوفوا في بنكات، الناس قاعدة بتسلوا، الصغار بيتسحسلوا بيتمرجعوا، يعني حتى لو اشي بسيط بس بنفس على الناس. يعني هذا كثير مهم والله. طلعت طويلة الحديقة مش صغيرة، يعني طلعت طويلة بس عرضها صغير. انا اخر مرة مريت ما شفتها، انا شكلي الظاهر من زمان ما مريت من هون. يعني شوفوا ما شاء الله، يعني كبيرة وصلت لحد هون. بتوقع راح يزرعوها، ما راح يخلوها هيك. هذا طريق برين، هذا طريق برين انا صورته اكثر من مرة والكل بيعرف، بس عمري ما صورته وقت العصر يعني زي هيك. فشوفوا ما شاء الله ما اجمله. طبعا هذا كان زمان مقطوع، هاي المناصير فاتح هون كزية لإله. طبعا زمان كانت مقطوعة هاي، اذا بنشر معك العجل راحت عليك، لانه ما كانش فيه موبايلات اصلا. اذا قطعتك بنزين راحت عليك. هلا ما شاء الله صارت مخدومة. يا عمي البلد بتتطور، يعني كل ما زاد عدد السكان. قبل شوي قريت خبر غريب، يعني بعرفش كل كم سنة بيزيد عنا مليون، يعني بيتخلف عنا مليون طفل، مش عارف في كل 3 سنوات ولا 5 سنوات. قرأت الخبر من فترة بسيطة ففجاني، مليون طفل كل، نحكي كل 5 سنوات، والله كثير مليون طفل، يعني ما شاء الله، بس كثير والله. يعني البلد عمالها بتكبر بطريقة سريعة. هاي الطريق يعني اللي بتذكر هاي الطريق كانت فاضية، يعني كم الدار هيك بعاد عن بعض، والشارع كان صغير تويز، ما كان في جزيرة وسطية في النص. هي طلعنا فوق تل الرمان، شوفوا ما أعلى ما أعلى المطب هذا العجيب الغريب، ومحلات وقهاوي وكل شيء صار على الطريق هاي، كل شيء. طبعا الدروع الزرقاء، طبعا زي ما حكيتكم من الشوك على اليمين في طريق، هلا من هون على اليمين اللي هي طريق برين الزرقاء، بضلوا طالع على اليمين. بدك تكمل برضو على منطقة ثانية، مناطق الزرقاء أنا بعرفش اسميها، بتكمل دغري، ضلك نازل من طريق برين وضلك مكمل دغري. شايفين الاوتوستراد اللي فوق هذا، الجزيرة الوسطية هي الطريق طلعة طلوع، هذا هو اللي بوديك على الزرقاء. يعني بتطلع من غاد وضلك نازل إلا أنت بتوقع في حي الأميرة هيا، وهي الأمور أني صورتها، يعني استخدمت هذا الطريق كثير وأنا عمالي بصور في مناطق من مناطق الزرقاء، فكانت هي أقرب الطرق لإلي. خلينا نكفي من هون، يعني كثر المطبات والله مو حلو. قرية صابر، قرية صابر والله أول مرة بسمع فيها، يعني بمر بس شوف الشارع، يعني بندخل شاي القرية على يميننا فوق، قرية صغيرة يعني كمة بيت. تحياتي لكل أهل قرية صابر. شوفوا جو اللي قبل الغروب عندنا ما أجمله في الأردن. طبعا أنا مسكر الشبابيك عشان الصوت ومشغل المكيف، بس حتى لو بدون مكيف كثير جميل الهواء برا. يعني أنا جربته مع أنه اليوم كانت حارة، أنا حلف وأرجع لأنه بديش أطلع على برين ولا بدي أروح على الزرقاء. احنا بنقزر مع بعضنا وبندردش. طبعا المنظر وانت طالع بيختلف عن المنظر وانت نازل. شايفين كيف في السناسل اللي عاملينها هاي، هاي ما بعرفهم حيزرعوها ولا مقطعينها وحدات لهم، يعني وحدات حتنباع للبنى بتوقع، يعني مسنسلين لها بطريقة جميلة جدا. اللي ما بيعرف السناسل، السناسل احجار بصفطوها بطريقة معينة تطلع جميلة جدا من غير شمينتو، من غير سمنت. فهذه احنا مسميها سنسلة او سناسل،
هذه قرية جميلة والله، مش عارف شو اسمها، هنشوف بلكي نفسها قرية صابر. هاي في مسجد صغير على قدهم صغير، شوفوا تحت ما شاء الله شجر التين، هذا الشجر التين اللي الأولاد الصغار ببيعوا التين على الشارع. أنا بشتري منهم لما يكون موجودين، بالأخص تلاقيهم أيام الجمعة يكونوا بيعوا بوكس تين، وأسعارهم والله ممتازة وتينهم زي العسل. شفتوا هاي، هذه مزارع تبعتهم التين، يعني شغلات بسيطة لهم، كم شجرة 20-30، في شيء بكون عنده شجرتين ثلاث بالبيت، بيعمل قد ما بيقدر من البوكس وبيبيعها. هذا الديك الذهبي أعلاف، الديك الذهبي شوفوا كيف على اليمين. هلا هون ببيعوا النباتات، يعني اللي بحبوا الورد بحبوا يزرعوا ببيوتهم بيجي بيشتروا عند هاي الناس، مشاتل احنا بنسميها. في اخ والله بالزمانات طلب مني اني اعمل فيديوهات عن المشاتل، انا بصور شوارع بصور مناطق ما بصور اماكن خاصة، هاي مشاتل يعني انا ممكن اروح عليه يقول لي لا لا تصور، يعني انا مش حاب اسمع كلمة هيك ولا هيك. وغير هيك انا بصور يعني محتوى القناة تصوير مناطق وشوارع ومدن وقرى، مش تصوير مشاتل ومولات والى اخره. البدو هاي المولات والمشاتل في اكيد قنوات ثانيه مهتم فيها، بس مش انا، يعني انا مش في المحتوى تبعي. هذه طريق العلوك، خلينا نطلع منها شوي. طبعا بتطل بالاول على الكمشه، من الكمشه بتكمل. هذا الطريق من الطرق المحبذه على قلبي، يعني انا كثير بحبها كثير بجيها، بالاخص بالربيع. بالربيع جميله جدا هاي المناطق، يعني هذا الاصفر اللي شايفينه على اليمين وعلى اليسار هذا كله بكون أخضر. طبعا بيضلوا من شهر واحد تقريبا بلش يطلع العشب لحتى شهر أربعة، ومرات بوصل لأول خمسة قبل لا تحمى الشمس. لما تحمى الشمس بصير باللون هذا اللي انتم شايفينه، برضو هذا اللون الأصفر له جماله، يعني زي إخوانا العايشين في أوروبا. أوروبا معروفة ما فيها صحارة، يعني دول ما فيها صحراء، فاللون الأصفر هذا قليل جدا عندهم، كله أخضر بأخضر، فعينه جاء تعودت على الأخضر، فلما بيجي هون عينه بتتحرك على ألوان جديدة ألوان ثانية. طبيعة بلدنا هيك، يعني طبيعة جميلة جدا ما شاء الله. نشوف هاي المدرسة شو اسمها، يعني أنا ماشي معكم والله، أنا لما بكون بلفلف ما بطلع. هاي في بيت للبيع على اليسار، أرض للبيع، حاطين رقم التليفون، مدرسة أم رمانة. أم رمانة يعني إحنا هلا في أم رمانة. هذه أم رمانة بيت الفول، مطعم بيت الفول فاتح الله يرزقه، يعني هذا بتوقع على شمال ديوان بعده ما كمل. هاي مسجد بعده ما كمل، هاي المسجد يعني ظاهر انه صار له فترة، يعني واقف من فترة هيك انا شايف، لانه الشجر داخل جوات الشبابيك. هون مركز الوليد بناشر غيار زيت، مسكر مركز الوليد. دخلت علي المدام، دخلت علي، انا شاهدت من المطار، دخلت طلعت على شمال لقيتها على شمالي. مركز الوليد لا والله فاتح، اللي جنبه اللي مسكر. شوفوا الاشجار ما شاء الله، هي عمرها سنين طويله هي الشجر، يعني كثير عالي، وحتى قطر الجذع تبعه كثير عالي، يعني ما شاء الله طريق جميله انا بحبها، يعني كفايه ما في، يعني كويس انها تكون تو ويز. شوفوا هاي المكاتب حكيت عنها مره بفيديو، يوجد قطع أراضي للبيع 0798257312. هذا بيكون عبارة عن مكاتب عقارية بحطه في لقدام مكاتب، يعني جايبين بعرف شو بسموهم هاي البراكسات الصغيرة وعاملينها مكاتب، وانت بتيجي عليهم بيفتحوا، يعني بيفتحوا طول النهار، بتيجي عليهم بدلوك على القطع اللي بيبيعوها، فللي حاب يشتري هون بيجي بلاقيهم بسهولة. مكاتب عقارية على جناب الشوارع زي اللي على يميننا هذا، بس هذا الظاهر انه مسكن من زمان، زي اللي على يميننا، بس هم موجودين فوق، انا مريت اخر مرة كانوا موجودين وقاعدين جوات المكاتب، يعني بدلك على عقارات وبأخذ نسبته. شوفوا ما شاء الله قديش في زيتون، شوفوا يمكن بين بالكاميرا انه هلا احنا صرنا بوقت الغروب، كثير قربنا على الغروب، الساعة عندي هلا 8 الا ثلث، خلاص هلا وقت الغروب 8 إلا ثلث، هي بلشت حتى الناس تضوي في الاضواء، الاصدقاء صالون الاصدقاء. والله بعدني ما شريت قهوة، انا بعدني ما شريت قهوة، طالع وبلفلف وبعدني ما شريت قهوة.
يلا يا زلمه الله يسهل عليك، لك ساعه ملزق في تلزيق. انا لاني بمشي على قل من مهلي يعني ما بسرعش، بفتح لهم طريق خليهم يطلعوا. شوفوا ما شاء الله، يعني حتى هاي المناطق مش بعيد عن عمان. يعني قديش انا صار لي بصور، انا بلشت اصور وانا نازل من شارع يجوز، ما صار لي زمان، ماشي على قل من مهلي. وهون الاراضي ارخص بكثير من شفا بدران، ارخص بكثير من منطقه الجامعه وجبيه والى اخره. وبعيد يعني بتوقع ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة بالكثير. أنا ما عيرتش بس ماشي على قل من مالي، يعني ماشي بطيء جدا. لو تمشي بسرعة الشارع توصل بدري، مش بعاد. نبعد الطفل عن الشارع لازم تزمر له. يعني الأراضي شوفوا قدامنا، هذيك البيت اللي طابق 2-3 ما شاء الله جميل جدا. يعني الواحد بيقدر يبني بيت لعيلته كاملة هون، ومش بعيد اذا كان شغله قريب في شمال عمان. كثير سريع، كثير سريع. هاي البيوت القديمة هي على اليمين موجودة، بيوت بسيطة وعندها جناين زيتون. انتو خبروني اذا بتحبوا هاي الدردشات، خبروني بنعملها ونتفق على موضوع دردشة ونتكلم فيه. قهوة ابناء العم، مش حاط قهوتي المفضلة هي العميد، ممكن يكون حاط نوع ثاني انا ما حبيته. بالنسبه للقهوه هاي يا جماعه يعني صارت كثير، يعني احسن قهوه انه او اكثر واحد ماشي، مش شرط تكون احسن واحده، اكثر واحد ماشي لقهوه العميد. فبتروح تشرب من عند هذا زيك، من عند هذاك بتكون طعمه زي التراب، من عند هذاك يعني يعني للاسف خلص. يعني انا كثير بحكي لبياع القهوه، انا مستعد اخذها نصها للكاسه ما عندي مشكله، بس شوف الغروب ما اجمل. وهي على الشمال اذا بقدر الف وافرجيكم اياها حلف، فاعطيني اياها نص كاسه بس اعطيني اياها زاكي مش كاسه كامله واكبها، لانه هذا بصير معي انا بكبها للكاسه، ما عجبتني بحطها بالزباله. لانه القهوه كيف، القهوه في النهايه كيف، يعني الواحد يشرب شيء زاكي. هلا انا عرفت وين انا. ذا فورست بارك، فورست بارك، هذا الفورست بارك انا تكلمت عنه في فيديو من الفيديوهات، تعمل فيه مغامره مشي على الحبال والى اخره، موجود فوق. انا مريت من جنبه مره وانا عمالي بصور. شوف الناس بتيجي هون حتى لانه منظر الغروب رائع جدا. يعني بتحاول الف، والله صعب ان الف، يعني هي عمالها الشمس عمالها بتغيب على اليسار، وعلى شمالي مخيم البقعه والمناطق الثانيه هاي اللي جنبها اللي انا صورتها. يعني ما هون الغروب جميل جدا، بدي احاول الف وارجع الغروب على البدري. وراي حدا نوبدي، نفرجيكم المنظر كيف المنظر، الطلعة بيختلف عن النزل. شوف المنظر، هذيك صويلة وتحتها صافوت، وعلى يميننا عين الباشا والبقعة يعني بعرفش اذا مبين اشي هون. يعني شوفوا ما اجمل المنظر، الشمس عمالها بتختفي، يعني صارت زي الاظفر الصغير، ربع هلال. هذا اللي تحتنا شارع الاردن، انا وصلت شارع الاردن وانا مش داري وانا عم بلفلف. هاي شارع الأردن، يعني الأراضي هاي اللي أنا حكيت عنها قبل شوي بالنسبة لجبيها كثير رخيصة، رخيصة. وأنت تشوف قديش بعيد، أنت مش بعيد، أنت فعليا جنب المدن الكبيرة. أنا هلا حنزل على شارع الأردن بدي قهوة، راسي صار يوجعني بعرفش ألف من غير ما أشرب فنجان القهوة. في ناس بتحكي لي صورنا إياه، يعني صورنا وأنت عمالك بتاخذ قهوة. أنا صورت قهوة على الرمل مرة، يعني يمكن لليوم صار له سنتين لليوم ما جاب ال 200 مشاهدة. يعني أنا بستغرب من الناس، والله العظيم بستغرب. خلاص يعني واحد أعطاني قهوة، لما أصوره ما بتتفرجوا عليه، ولما ما أصوره بتقولوا لي صوره، ما حصوره. أنا زعلان مقبع معي. خلينا نشوف هون، بدي أنزل على اليمين بس الشارع مكسر، كان في حفريات بس هي نقطة برجعوا بزفتوها. شوف المنظر، شوف المنظر من هون ما اجمل. هاي مكاتب العقاريه اللي انا بتكلم عنها، شايفينها؟ هذا مكتب عقاري وبيبيع. شايفين جبال السلط؟ هذه جبال السلط قدامنا، احنا هلا بمنطقه ابو نصير على فكره. يعني انا كيف وصلت لهم بعرفش. مكتب الوعد العقاري هذا بتيجي عليه بالنهار بيكون فاتح، تشتري تقول له انا طلبي 1-2-3 بوقتك بوديك يفرجيك اياه. قهوه الجبل بعرفوش، بشتريش منه، ما بعرفه ما بشتري منه. شايفين يعني جميل جدا المنظر هون، جميل. هاي عاملين قاعده فوق واخواننا الخليجيين،
قاعدين يعني، لأنه المناظر هون جميلة، وزي ما حكيت لكم هلا الجو جميل جدا هون. والله مش عارف أطلع دغري ولف من فوق، لا بدي أنزل من هون، لأنه في مكان بشرب منه قهوة زاكي على اليمين، في مكان زاكي بأخذ منه قهوة زاكي. والله أنا انصدمت إنه صرت أجار الأردن. أنا يعني قديش بدخل وبطلع بعرفش كيف بخش وكيف بطلع، يعني أنا كثير مركز، بكون مركز على الطريق ودائما بطلع. يعني الأردن ما بتتوه، الأردن ما بتتوه يعني سهلة. شوفوا احنا هلا قبل شوي كنا فوق هناك عند الفيلا على اليمين، هذاك الشارع، وكانوا الناس صافين سياراتهم بتطلعوا على الغروب، لأن الغروب في بلادنا جميل جدا صراحة، في بلادنا جميل جدا لأنه رطوبة قليلة عنا، فبتشوف قرص الشمس بطريقة جميلة جدا. هذا الحكي بيعرفوه اللي عايشين في المناطق الرطبة، انه عندنا الشمس جميلة جدا. سبحان الله بلادنا متوسطة في كل شيء، بلادنا متوسطة في كل شيء. يعني انا حاط المكيف على درجة حرارة يعني 20، والبريدت مع انه الدنيا حر، كانت حر برا، وهذا بدل على قديش الحرارة نزلت، قديش الحرارة نزلت من لما طلعت لحتى هذا الوقت. انا طلعت قبل بساعة من قلوب. هاي مخيم البقع على يسار، هذا الشارع صورت لكم اياه، طبعا صلحوا وحكوا انهم بدهم يعملوا عليها هذول الشوارع كلهم دفع، رسوم دفع، وعلى الكيلو 11 فلس يعني قرش وفلس على الكيلو. انا حسبتها من عمال العقل بيطلع تقريبا 7 دنانير او 8 دنانير تقريبا. يا ترى المواطن عندنا راح يتحمل السبع دنانير؟ انا رحت على العقبة كثير والله، لقيت عائلات انها بتنام على الشاطئ الجنوبي، بناموا بفرشوا جنب السيارات، يعني الناس بتطلع بتنبسط، انا معاهم حقهم يطلع وينبسط، ما معه فلوس انه يدفع لعائلته كلها بوتيلات، فبنام جنب الشط. لما يروح بسبع دنانير ورجع بسبع يقول 15 دينار رايح جاي، طيب ما هو بياكل فين اليوم اللي حيقعدوا في العقبة. والله انا بفضل يعيدوا النظر في هاي الشغلة، يعني ما بعرف الشغلة، احنا مش امريكا ولا احنا دولة خليجية غنية عشان نحط دفع على الشوارع الخارجية. يعني عندنا الحد الادنى للاجور في الاردن 260 دينار، الكل بيعرف طبعا، اقطع منه الضمان واقطع منه التأمين الصحي قديش بده يصير، هذا الحد الادنى. طبعا متوسط الدخل في المتوسط، يعني في ناس تيجي تقول لي لا مش انا بتكلم عن المتوسط، ما يقارب 450 دينار متوسط الدخل في الاردن، لانه في ناس بتاخذ 1000، في ناس بتاخذ 260، في ناس بتاخذ 2000 الله يرزقها، وهذول قلال. فمتوسط الدخل هيك، فالبنزين عندنا غالي، حيصير عندنا رسوم على الطريق، الاجارات عندنا غاليه، الاجارات تختلف عن العقارات ترى، انا شرحتها مره انه عندنا الاجارات غاليه والعقارات رخصت، يعني الاجارات بتطلع والعقارات بتنزل نسبه غريبه يعني. فلهيك يعني حرام يعني برضو نيجي على رسوم على الشارع، ما بعرف صلحوا الشوارع. يعني هلا هذا الطريق مكان الشيك، رجعوا عبدوه من جديد، طالع نازل عبدوه من جديد، طريق جرش عبدوها من جديد، القويره اللي هي بعد معان بلش بدهم يوصلوها لحتى نزول النقب، هاي كلها جديده، لانه المنحه السعوديه كانت حتى معان يعني بس لبعد معان شيء بسيط، بعدين الطريق مكسر انا بستخدمه كثير، فبلشوا من جديد هلا عمالهم بيعملوا فيه. يعني اخر مره رحت بيعملوا 20 كيلو 20 كيلو مع بعض، فزي ما حكت الحكومه بدهم يعملوا رسوم على هاي الشوارع. ان شاء الله لا، نتمنى لا، يعني البنزين غالي، الرسوم غاليه، رواتب ضعيفه، فان شاء الله لا. شوفوا هاي الدراجات يعني اغلبيتهم يعني الشباب بالذات اشتروها، والسكوترات وصاروا يشتغلوا عليها على طلبات، لانه اسرع بازمات عمان الله يرزقهم. يعني صار عندنا شباب كثير وجامعيين اغلبيتهم بيشتغلوا على مثل هيك دراجات. هذا الاخ بتوقع انه موظف، يعني انه حاط صندوق ورا شغله، اسهل له في التنقل، يعني اسهل له بكثير في التنقل. شايفين المنظر هاي بلش تتغير علينا واحنا ماشيين، انا بدي الف على اليسار، هلا جاني واحد طاير من وراي مش حطلعه على اليسار، انا حلف وارجع، انا مش حكمل على جرش، لانه هاي الطريق بتنزلنا على جرش ولا اربد، او بتلففني بترجعني من طريق البقعة، فانا طريق البقعة كله صورته، حتى هذا الطريق كله صورته. خلينا نطلع على من لفوق ما
بنكمل فوق التصوير. انا لفيت ورجعت والدنيا خلاص ليلت، لهيك بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلامه.